أهلا بحضراتكم دائما معنا في أما بعد. يقول ربنا في محكم التنزيل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ما أجمل وما أحلى الإنفاق في سبيل الله. يقول أحدهم وهو رجل بسيط، ربما أخذ هذه الكلمات من أبيات شعر بثها بين الناس بهذا الإحساس البسيط: أنفق وأنت لمالك مالك قبل أن يكون لون حالك حالك. إذن هذه الدعوة التي ربما نترجمها في معنى آخر: اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. من هنا ندعوكم بهذه الدعوة المفتوحة لأن نشارك في هذا العمل، في هذه الأعمال التي من شأنها أن تصنع الخير للناس وفي هذه الحياة. أهلا بكم في حملة بناء المساجد من مؤسسة نبض الحياة التي دائما تنبض بهذا الخير بين الناس وفي كل مكان. أهلا بحضراتكم. بفضل تبرعاتكم قدرنا نوصل الفرحة لناس كتير. لكن لسه في ناس كتير محتاجة الفرحة دي. اتصل دلوقتي وساهم مع نبض الحياة. أهلا بحضراتكم مرة أخرى، ودائما نسعد بهذا اللقاء وبهذه اللقاءات التي نزداد بها قربة إلى الله سبحانه وتعالى. ما عند الله لا ينال إلا بطاعة، وما نتحدث عنه مع مشايخنا ومع علمائنا ومع يعني أهل الثقة دائما في هذا الطريق وفي هذا المجال، بندعو دائما إلى فعل الخيرات. وفعل الخيرات من القربات التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. أرحب بفضل الشيخ محمد رضا من علماء الأوقاف والأزهر الشريف. فضل الشيخ محمد أهلا بيك. أهلا بيك أستاذ محمد. مش كده ولا فكرة ان احنا دي كل اللي بندعو ليه وبنحث عليه ونتمنى ان نكون مشاركين حقيقيين، كل على قدره وعلى سعته، أليست هذه من الطاعات التي يمن الله علينا من بعدها بفضله وكرمه؟ أحمد الحق تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيد الوجود والبركة العامة في كل موجود، صلاة دائمة إلى أن قيام الساعة وبعد. طبعا حضرتك، يمكن فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن أي شيء في أيدينا ينفد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فالله سبحانه وتعالى من كرمه ومن جلاله أنه جعل لنا هذه الدنيا زائلة ليقام للإنسان فيها اختبار، هل هو يرضي الله أم لا. طب ولو أرضيت ربنا درجتي هتكون فين؟ أنا الدرجة تحت هتكون فين؟ علشان كده ما ربنا خلق الجنة خلقها درجات، وجعل النار والعياذ بالله دركات، فعلشان يبقى فيه تقييم لكل مسلم. فهو جاي برضو يذكرنا ان اللي انت اللي معك حينفد، لكن ما عند الله اللي انت بتنفقه حيفضل لك. حضرتك هو الباقي، هو الباقي. ولكن انا عايز اخاطب السادة المشاهدين واقول لهم: لماذا بيوت الله؟ ليه؟ يعني ما الذي سيعود على المسلم من تواجده في المسجد؟ وليه بنحرص على وجود المسجد مع ان احنا ممكن نصلي في اي مكان؟ وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. نعم. بس وجود المسجد وجود الجامع بالمعنى اللي اقره سيدنا صلى الله عليه وسلم، لان له دور وادوار كثيره. ايه المنافع اللي بتعود على الناس من وجودها في المساجد؟ اشياء من الممكن لا يعلمها كثير من الناس، من المصلين كمان. يعني احنا اليس في المسجد في بيت الله
يتجلى الله بنوره على عباده المصلين؟ أليس في بيت الله تتنزل الرحمات؟ أليس في بيت الله تشهد الملائكة الصلاة؟ أليس في بيت الله تكون السكينة والطمأنينة؟ تغمرنا السكينة. ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في ملأ عنده. إيه الفضل ده وإيه الكرم ده؟ طب أنا ما صلي في الغيط أو في البيت أو في السوق هيكون لي الفضل ده؟ هتتنزل علي الرحمات دي؟ هكون في المكانة التي ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده سبحان الله، ده يجي واحد ويأتي رجل ويقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن بهم فلان أتى لحاجة ولم يأتي إلى الذكر. فماذا يقول له النبي؟ يقول: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يعني إذن حتى اللي جاي لحاجة، حتى اللي ما كانش في دماغه أنه هو جاي عشان يحضر الذكر أو العلم، ربنا سبحانه وتعالى يجعل له فضل ولا يحرم منه. طب يعني أي مكان نجد فيه شوف هذا التراحم بقى. معنى التراحم، علشان كده ما التراحم، يعني حضرتك احنا يمكن لو ذكرنا التراحم ده جاي منين، وانا متنزل علي الرحمات من الله، الملائكة بتغشاني، السكينة نزل علي، فقلبي يرق غصبا عني، انا في جو كله فيه روحانية ربانية الله سبحانه. مش احنا حضرتك احنا مخلوقين من الروح والجسد؟ الجسد ده ما جه ربنا يخلقه حين أراد الله خلق الجسد، جعل طينا تراب ومية وبقى طين، مش كده ولا لا؟ نفخ فيه من ايه؟ من روحه. النفخ من الروح ده اللي هو الرحمة، ده اللي حصل مع سيدنا آدم، اللي حصل مع سيدنا منجدل في طينته، أي بين الجسد والروح، كان جسدا هكذا من الطين، وبعد ذلك بث الله فيه من روحه. نعم. النفخ فيه من روحه، النفخ من روح الله سبحانه وتعالى. لو كان النفخ أكثر من الطين مال الإنسان إلى الخير، ولو كان الطين أكثر من النفخ مال الإنسان إلى الشر. علشان كده دايما اللي بلاقيه ينفق في سبيل الله أقول له: النفخة كانت كبيرة بتاعتك. اللي بلاقيه يواظب على أن يصلي في بيوت الله أقول له: أنت ربنا كان كرمك، أنت مخدت النفخة بتاعتك جات زيادة. كنت أقول حضرتك: فمن الذي يترجم؟ هو من؟ أنا في نفخة من روح الله ولا لأ؟ علشان كده ما بنتواجد في المسجد بيكون فيه تراحم بين مين؟ الذين يتواجدون في بيت الله ويحرصون على أداء الصلوات في جماعة. علشان كده بنرجع بالحملة دي بشكل كبير قوي، وبندعو السادة المشاهدين والسادة المتبرعين ان احنا نسارع في بناء المساجد المتهدمة، في بناء المساجد اللي عايزة ترميم، او نرمم المساجد اللي محتاجة تفاصيل كتيرة من خلال هذه الحملة عبر مؤسسة نبض الحياة. خلينا نروح للتقرير ده ونشوف معانا في ايه ونرجع لكم تاني. خليكم معانا بحضراتكم. يعني مسجد الشهداء اللي كنا شايفينه يعني قبل كده، وهو يعني ما فيش اي حاجة يعني قابلة للتعديل الا انه يهدم تماما. ليه؟ لان متهالك يعني منذ سنوات، قرابة 10 سنوات. دلوقتي زي ما شفنا في المشهد وفي التقرير اللي معانا دلوقتي، لا، الوضع اتغير تماما. يعني نرجع بقى ونشوف قد ايه كان التغيير مطلوب قوي 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 لحد ما وصلنا. حتى الاهالي نفسهم بيقولوا يعني احنا وصلنا للمرحله وهم مبسوطين، المرحله اللي وصلوا فيها الاساسات، الاعمده بتاع الدور الاول، بس محتاجين بقى حوالي 30,000 طوبه على 6 طن حديد على 50 طن، يعني اطنان كتيره الاسمنت. كم طن اسمنت؟ 50 طن. 5 طن يعني 50 طن اسمنت يعني. يعني الوضع يعني بقى شكله ايه هناك؟ طبعا الفرحة حضرتك، يعني تخيل ان مسجد منذ 10 سنوات، ما يقرب من 10 سنوات، وهو مغلق وناس ما بتصليش، هدم المسجد وعيد بناء المسجد وبدئين واحنا بنخلص، خدت حضرتك حطينا القواعد، السميل، العمدان. فالفرحة الناس مش مصدقين، يعني احنا ما كانش فيه امل، اصبح فيه امل.
حتى حضرتك. ودايما الأمل يعطي دافع ويعطي للإنسان شوق إلى الإكمال. علشان كده يمكن أما حضرتك بتقول احنا محتاجين 6 طن حديد و 50 طن اسمنت و 30 ألف طوبة و 30 ألف طوبة، ده مرحلة تالية. ده حاجة. أنا يعني أعتقد إن في بعض الناس أهل الخير ممكن يقوم بالموضوع ده كله لوحده، ما لكمش دعوة بالمسجد ده، أنا هاخده من الألف للياء. يعني حاجة مش إن شاء الله يعني مش ياما، إحنا أصلا بحثنا عن إن إحنا نوسع المسجد أكبر من كده، فما لقيناش في مكان. يعني كان نفسنا نوسعه. أيوة. ويمكن حضرتك أنا في لقاء سابق قلت لحضرتك إن إحنا عايزين نقوم بإحلال هذا المسجد والبدء في إعادة بناء. أيوة. وفعلا على طول قمنا على الفور بالهدم وإعادة البناء، وفعلا بدأنا، لكن عايزين أهل وده كله تبرع من أهل الخير. واللي قدرتوا توصلوا بيه للمرحلة اللي احنا شفناها. أيوة. ده حضرتك يعني في خلال شهر هدم والتلات مراحل اللي احنا بدأنا بيهم اللي هي القواعد والسملات والعمدان، ده في خلال شهر. والناس هناك بتساعدكم حتى بالمجهود. الناس فرحانين ومتواجدين. يعني احنا لو عايزين عمالة نلاقوها. أيوة. مهم لو في مساعدة في أيوة. العمل، فطبعا دي من الفرحة بتاع الناس مش مصدقين خدت حضرتك. لكن انا عايز السادة المشاهدين يشوفوا الفرحة دي ويكملها لهم، يكملوا الفرحة للناس دي. وعايز اريد ان اذكرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية، او علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. طب خلينا صدقة جارية. خلينا أسأل بقى في الصدقة الجارية. تفضل. البعض فينا بيبحث عن الدوام، إن يعمل صدقة تدوم. أو يعني تستمر طويلا. يعني هل عمل صدقة جارية في بناء المساجد، في المشاركة في حملة بناء المساجد، هل تعتبر من الصدقات الجارية أولا؟ وإذا كانت كذلك فهل تعتبر من هذه الصدقات طويلة الأمد؟ إلى أن تقوم الساعة. حضرتك لو أن هذا المسجد ساهم فيه إنسان ثم بعد 100 عام هدم المسجد وأعيد بناؤه، هو له الأجر والثواب، لأن هو ما عمل ساهم في بناء المسجد ليذكر فيه اسم الله وتقام فيه الصلاة ويؤذن فيه باسم الله. الله. الله أكبر، الله أكبر. فإذا كان الإنسان قد فعل هذا بهذه النية فإن النية قائمة إلى يوم القيامة. كل من يساهم فيه له قصر في الجنة، وهي صدقة جارية قائمة دائمة باقية إلى أن تقوم الساعة. وده بآراء جميع العلماء، لم يأتي أحد ويخالف في هذا الأمر، ولكن جميع العلماء أجمعوا على هذا. والله سبحانه وتعالى يمكن الأعمال بالنيات، الإنسان بنيته أنا ساهمت في هذا، بنياتكم ترزقون. ساهمت في هذا البناء من أجل إقامة الصلاة، ومن أجل ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن أجل أن يقال فيه الله أكبر، ومن أجل أن يتعلم فيه الأولاد القرآن، ومن أجل أن يتعلم فيه الناس أصول الدين والإرشاد والتوجيه، من أجل أن يكون على منبره خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إحنا ده كله أنا بعمله، ومش هيكون لي أجره دائم وصدقة جارية إلى أن تقوم الساعة؟ لا. والناس اللي داخله والأطفال اللي بتتربى فيه، وكمان تفضلتك أشرت إلى أن التعاون دائما مع المؤسسات الرسمية عشان كل حاجة تبقى منضبطة، كل حاجة تبقى سليمة. التعاون ما بين مؤسسة المجتمع المدني والحكومة ممثلة في مؤسسة المختلفة، وزارة الأوقاف طبعا معاكم. نعم. وزارة التضامن طبعا، دي بتخلي في نوع من الدائرة المحكمة اللي فيها التفاصيل المهمة جدا. فكرة التربية، تربية الأطفال داخل المساجد من خلال رؤية حكيمة، من خلال منهج سليم، منهج أزهرنا الشريف، وزارة الأوقاف، الرؤية الحكيمة في التربية والتنشئة، دي بتخلي ده المجتمع آمن. بالضبط. وفيه التعليم الوسطية في الإسلام، التعليم إن وزارة الأوقاف ترسل إلى هذا المسجد. أيوة. إمام. حبيت أأكد على النقطة دي، مهمة جدا. إمام وخطيب مسؤول معتمد من وزارة الأوقاف. ومسؤول، يعني حضرتك أنا ما أكون مسؤول يبقى أنا لابد أن أقف عند كل كلمة وعند كل فعل وعند أي موقف من المواقف
لابد أن أجد نفسي مسؤولا فيه، يبقى لابد أن أؤدي على قدر مسؤوليتي. وإحنا دايما يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، طبعا أنا كنت مدير سابق في الأوقاف، فكان دايما إحنا حريصين على إن الإمام يلتزم بجميع التعليمات وأن يكون وسطي الفكر طبعا. طب لو لقيناه كده يعني عنده شوية يمين ولا شمال، بنحاول نقوموه ونحاول نعلموه ونحاول ندربوه كيف يكون إماما وسطيا. خلينا نطلع للتقرير اللي جاي نشوف برضو بعض التفاصيل المفرحة اللي بتحسسنا بإني في نقلة بتحصل، والنقلة محتاجة نقلة تانية عشان البناء يتم. خليكم معنا. المسجد الذي أتينا إليه من قبل، ويمكن حضراتكم فاكرين المصاحف اللي مسحت من عليها التراب والجدران التي كانت قد ذابت وتهالكت. هذا رأيته بنفسي، وتجولت في هذا النجع فوجدت أن هذا هو المسجد الوحيد للمصلين ومغلق منذ سنين. هذا المسجد الوحيد في البلد والكبير في البلد، فما فيش مسجد في البلد يلم الشعب ده كله ونصلوا فيه. الأطفال دي عايزين نبنوا لها مكتب تحفيظ قرآن عشان يطلعوا ايه حافظين كتاب الله ويمشوا على سنة رسوله. والله أنا كبير سن ما معقدر أروح أصلي على الترعة في الجامع البعيد، ولا أقدر أروح أصلي في مطرح بعيد إلا في جنب البيت هنا. لذلك قمنا على الفور، مؤسسة نبض الحياة أعطينا أولوية للبدء في هذا المسجد. بدأنا باب خير، التعاون على إن إحنا نخلص المسجد هيسرع افتتاح المسجد. نرجو من الناس فاعلة الخير المساعدة بأي شيء على أهل البلد، ما مخلينش حاجة من جهدهم. يد عاملة شغالين، نجارة شغالين، نقل الطوب، نقل الأسمنت، نقل الرملي، نقل الزلط. أي واحد فاعل خير اللي قدروا عليه ربني يعملوا. مستني ايه؟ مستني لما ينتهي المسجد ده وينتهي غيره وغيره 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 وتخرج منها وانت خسران. والله انت الخسران، مفيش حد تاني خسران غيرك انت. يلا شد حيلك زي ما تبرعت في المسجد اللي فات واللي قبله واللي قبله، مستنيينك تاني عشان تكون في المسجد ده من جديد ومكتوب اسمك عند ربنا سبحانه وتعالى انك من عمار بيت الله جل وعلا. والله يا أعزائي المشاهدين، لما تتأملوا كل هذه المشاهد وكل هذه التفاصيل، يعني الرجل الكبير المسن اللي يعني واقف بين الأعمدة، مش فريق العمل بس اللي واقف بين الأعمدة من مشايخ والفريق الدعم الفني للمؤسسة، لا، الناس وهي هناك قاعدة كده وشايفة عايشة بين أعمدة الجامع اللي بيطلع وأمنيته إنه يصلي في المسجد ده، ربنا يبارك في أعمارهم ويصلوا ويشوفوا المسجد قريب جدا. موضوع يخليك تقول لا، ده أنا لازم أشارك، ده الموضوع غاية في الأهمية، عشان في جملة قالت في نهاية التقرير، عشان تبقى من الذين عمروا أو شاركوا في إعمار هذه المساجد، يعني عمار المساجد فضل الشيخ محمد. وقد إيه النهاردة ما بين اللحظة اللي بنقول دايما فيها الشكل حزين والجامع بحالته المتهدمة، حالته القديمة، والبدايات الحلوة اللي حصلت دي، شفتوا ردود الفعل ازاي ما بين البدايات والخطوات التي قطعتوها في الطريق؟ طبعا احنا في البدايات كانت
تشبه الحلم عند أهل النجح. كان بيحلموا يا ترى الكلام ده هيكون صحيح ولا الناس دي جايين وحيمشوا وحيكونوا صادقين معنا ولا لا، هيقوموا بالبناء ولا لا. وبعدين طبعا ساعة أن وجدوا فيه تنفيذ فطبعا كانت الفرحة لا توصف، والوجوه قد علتها الابتسامة لما تشوف حضرتك استقبالهم لنا في واحنا رايحين عليهم، والحب ان احنا عندهم شكل بصراحة يعني يطمئنني انا نفسيا ان الله سبحانه وتعالى تقبل منا هذا العمل، والله سبحانه وتعالى موفق في هذا العمل. علشان كده انا اناشد كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يكرم هذا البيت. وإحنا يمكن إن كنا في شهر 12 دلوقت، يمكن شهر رمضان 12/4، فضلوا 4 شهور، هل ممكن يبقى فيه أهل خير يقولنا ادعنوا علشان تفتتحوا المسجد ده والناس دي تصلي فيه قبل رمضان؟ يعني فيه أهل الخير، أنا عندي ثقة، عندي كل ثقة في أن هناك أناس الله سبحانه وتعالى جعل الإيمان والرحمة في قلوبهم لأنهم يريدون أن يرضوا الله، ووفقهم الله إلى أن يوجهوا أموالهم في سبيل الله. ويمكن حضرتك صاحب منهاج المسلم عد من ضمن مصارف الزكاة وفي سبيل الله، قال أن من ضمن مصارف في سبيل الله بناء المساجد. يعني إذن الإنسان ممكن أن يوجه جزء من أموال زكاته، لو أنت يعني بخيل، لو أنا بخيل قوي يعني ومنش عايز أدفع جزء لهذا المسجد الذي نريد أن نقيمه ليصلي فيه الناس. ده أنا بقول يمكن من خلال كلامك الجميل والحلو في فضل الشيخ محمد رضا، أني لا، ده كل الناس فيها خير، في ناس كتيرة فيها خير، الخير في أمتي وأمة سيدنا النبي، ده يعني تتسع وتتسع وتتسع. يعني ده موضوع مهم جدا، أن الخير لما يفور في القلوب ينعكس في أفعال حقيقية في الحياة. هو حضرتك احنا بدأنا البناء ده منين؟ مثلا احنا عندنا كل قسم في المؤسسة، سواء كان سقيا حفر أبار أو توصيلات مياه أو النخيل سك النخيل اللي هو الوقف بتاع النخيل أو بناء مساجد، طبعا كل شيء، كل بند من البنود له المصرف بتاعه. فاللي بتبرع لبند المسجد فلوس المساجد لوحده. فاحنا بدأنا، أنا قلت للأستاذ إسلام نبدأ في المسجد ده، لازم نبدأ فيه، وفعلا الحمد لله بدأنا فيه. منين؟ ما هو من الأموال التي تدفقت في مسجد سابق وبقي منها هذا المال. الله. علشان الناس تكون عارفة ومطمئنة ان احنا اللي بيفيض من المسجد ده بيترحل لمسجد تاني. نبدأ فيه، يكون عايز أولوية، يكون عايز إسراح في بنائه، فاحنا بنقوم به. فاحنا يعني لابد ان الإنسان يتبرع وهو كله ثقة في الله سبحانه وتعالى وفي القائمين على هذا العمل. وبنؤكد على ان يعني التواصل عبر الارقام اللي ظاهره امام حضراتكم على الشاشه للتواصل مع مؤسسه نبض الحياه، حمله بناء المساجد، وخلينا دايما مشاركين في عمل الخير ودائما في خطوات حقيقيه تجاه الانجاز. خليني أرجع تاني برضو ونتكلم عن اللي محتاجينه أكتر عشان نوصل لخطوات أهم، لخطوات يبدو المشهد من خلالها الجامع، لأنه محتاج كتير بقى. وإن كان اللي زي ما حضرتك قلت شوية من شوية ده يمكن شخص واحد يعني ممكن يشيل الموضوع كله بالضبط. يعني حضرتك احنا ما قلنا إيه احتياجات المسجد في المرحلة اللي احنا فيها، إيه الخمسين طن أسمنت بحوالي 40,000 جنيه، طيب العشرة طن ستة طن حديد بحوالي 60,000، فدي 100,000، 30,000 طوبة، 30,000 طوبة في 8، 3×8 24,000، 124,000. يعني 124,000 ياما على واحد، ويكمل طبعا. وبعد كمان لا، ما هو لسه برضه عشان بقول عشان نعدي المرحله اللي بتاعت التالية، البناء التالية، لكن هيبقى عندنا غافل وهيبقى عندنا والتزيين بالظبط، ويعني تشطيبات لكن احنا في المرحله دي بس اللي احنا عايزينها. خلينا نطلع فاصل قصير ونرجع لحضراتكم مره تانية، خليكم معانا.
الماء من نبض الحياة. هنوصل الماء بمساعدتكم لكل بيت، وزي ما كنتم دايما أبطال نبض الحياة هنرسم ليكم البسمة على وشوش الألاف، وكل ما هتيجي تشرب هتفتكر إنك ساهمت في سد عطش إنسان زيك. ساهم في حمل سقيا الماء بسهم قيمته 1000 جنيه لتوصيل خط مياه رئيسي أو توصيل مياه لبيت محتاج وعطشان بقيمة 3000 جنيه، وممكن تساعد بأي مبلغ تقدر عليه. ولأن سقيا الماء أفضل الصدقة، ساهم مع نبض الحياة في حفر بير. تكلفة حفر البير 25000 جنيه، واعرف إن أي جنيه هيكون لي دور. للتبرع لحملة سقيا الماء من أي مكتب بريد في مصر 02-04-11-3000-13-58-18. يعني لكم بعد الفاصل، وأجدد ترحيب بفضيلة الشيخ محمد رضا من علماء الأزهر والأوقاف. فضيلة الشيخ محمد، وإحنا برضو بنطمن السادة المتبرعين بأن بعض المتبرعين برضو يحبوا يشوفوا الأمور على وقعها، ويشوفوا إيه اللي بيحصل ويطمنوا وليطمئن قلبي. ده مبدأ عندنا حلو قوي أو جميل طبعا على مستوى الدين والدنيا طبعا. يعني خليني أقول قد إيه ممكن أو إزاي نقدر تلبية احتياجات أو تلبية رغبات المتبرعين في هذا الشأن. أولا يمكن حضرتك كان أتحدث عن شيء حدث بالفعل مع مؤسسة نبض الحياة. أيوة. في بداية التحدث عن بعض المساجد، لي 3 أصدقاء بيصلوا معايا، ويعني إيه يكادوا مثلا إن إحنا لازم نشوف بعض كل يوم، خدت بال حضرتك، لو أنا مش مسافر يعني. لكن هم طبعا أما شافوا بعض الحلقات فقالوا لا، فيهم يعني واحد كده يعني يقول لي أنتوا بتعملوا الكلام ده بصحيح؟ قلت له ما تيجي معانا. فكان في دعوه لبعض المساجد، واحنا في يوم جمعه ورحنا خطبنا وكان نفس المسجد كده، احنا عاملين العمدان بتاعته. وانا دايما بحب اشارك اهل المنطقه ان هم يحاولوا يتبرعوا باي شيء ولو قليل، علشان يكون عندهم انتماء وولاء وحب ويبقى عندهم دافع، خدت بال حضرتك. فهم جم طبعا من الغربيه معايا لحد الفيوم، ورحنا وشافوا المسجد وحضروا معايا. طبعا هم كانوا فاكرين شو اعلامي واحنا بنعمل شغل، ولكن ساعه ما شافوا الوضع على الطبيعه طلعوا اللي في جيوبهم واتبرعوا بيه. فطبعا طريقه يعني حلوه جميله طبعا، شيء جميل جدا. فانا بقول لكل مشاهد، لكل واحد متبرع، لو انت عايز تيجي بحضرتك بنفسك، احنا هنوصلك لحد المكان اللي انت عايز تروحه، لحد المسجد. انت عايز تيجي النجع شليحه عشان تشوف مسجد الشهداء في مركز ابو تشت، هناخد حضرتك نوصلك لحد هناك معزز مكرم، وتشوف الوضع على الطبيعه، وتتبرع وتجيب اللي انت عايزه تشتريه، او توكل او تدفع للراجل اللي هو بتاع الاسمنت او بتاع الحديد او بتاع الطوب، انت الفلوس بنفسك واحنا علينا الباقي ان شاء الله. وبعدين بيسموا لما بنتكلم عن الفيدباك او التغذيه العكسيه لموقف زي كده، هو لما بيرجع بيعمل ايه؟ لا، ده بيبقى بقى دليل ومرشد بشكل كبير جدا للآخرين لعمل الخير، بيدفعهم دفعا لأنه هو مجرب. ويعني طب أقول لحضرتك، اتفضل. وإحنا راجعين في الطريق إيه؟ معنا الأستاذ إسلام وهم معايا، واحد فيهم بيكلم الست بتاعته، بتتصل بيه، انت هتيجي انت وبتاع؟ قال لها ده احنا يوم وحصل والشيخ محمد، هي كانت بتصلي معايا في مصلى السيدات. ايوه، المسجد اللي كنت فيه. فالشيخ محمد وعملنا، قالت له انت ما معكش فلوس؟ قال لها انا فاضل معايا 1000 جنيه. قالت له طب ادفعه وهات لي الوصل وانا هديك الوقت لما تيجي. يعني شوف حضرتك طبعا انا بقول لك اهو، يعني احنا فيه خير في المسلمين، وفي تنافس بين المسلمين. وحضرتك انا في جميع المساجد والدوائر بتوسع في الناس ككل. الله، في ناس كتير عندها خير. ساعة ما بنكونوا في اي مسجد من المساجد واحنا بندعو الى التبرع والمساهمه في بيت الله، صراحه لا اجد احد يتلكأ ابدا، وبلاقي فيه تنافس. حتى البخيل بلاقيه يحاول ان هو يكون له نصيب في بناء المسجد. يعني اللهم امنحنا القدره، يعني صب علينا الخير صبا، وامنحنا السخاء وارزقنا السخاء. اللهم نروح للتقرير اللي معانا دلوقتي ونشوف تفاصيل تانية في سياق التقرير اللي جاي ان شاء الله. مسجد الشهداء في نجع شليحه بابو تشت بقنا. Thank you.
مؤسسة عندنا هي المسجد. تخيل بقى أن أعظم مؤسسة دي كانت مغلقة لمدة طويلة جدا 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 لأنه مفيش إمكانيات تسمح بهدم وتجديد المسجد. تخيل معايا كده قرية بقالها 10 سنين المسجد الرئيسي فيها مقفول. تخيل ان الطفل اللي اتولد من 10 سنين لحد دلوقتي ما يعرفش يعني ايه صلاة في مسجد، ما يعرفش يعني ايه يقف في صف ويصلي. انت بتصلي فين؟ مش بصلي. ليه؟ ما لقيش مسجد، المسجد بعيد. تخيل ان اللي كان محافظ على الصلاة من 10 سنين وضعه عامل ايه دلوقتي؟ هل ما زال بيصلي ولا لا؟ احنا تعبانين، انا 82 سنة مواليد 37، اما يكون عيان عن حبيبي واروح اخر الدين اصلي جربنا كده والله ما يقول كده. هو من شهر بالضبط تم احلال المسجد واحنا دلوقتي في خطوات تجديده زي ما انت شايف ورا ظهري كده المسجد بالصورة اللي هو عليها. نناشد الأخوة المسلمين أن يساهموا في هذا المسجد وتشييده من أجل أن يصلى فيه وتأتي الصبية لحفظ القرآن، صبية المسلمين لحفظ القرآن الكريم. وكما نرى المسجد يحتاج إلى سقف ويحتاج إلى بناء ويحتاج إلى نجارة ويحتاج إلى كهرباء، يحتاج إلى أشياء كثيرة، لكن الحاجة الآن نحتاج إلى 6 أطنان من الحديد، 50 طن أسمنت، 30,000 طوبة، نحتاج هذا حالا. تخيل الحاجات دي كلها وانت قاعد وبإيدك انك تساعد ناس ان هي تقف من ايد ربنا سبحانه وتعالى، والناس دي فعلا مشتاقة ان هي يكون عندها مسجد ويتبني لها مسجد ويتعمر بيت من بيوت ربنا سبحانه وتعالى. اللي ملحقش القواعد والارضيات يلحق الاعمدة، واللي مش لاحق الاعمدة يلحق الجدران، واللي مش لاحق الجدران يلحق السقف، واللي ملحقش اللي فات يلحق الارضيات والسيراميك. لو كل واحد فينا ضرب بسهم المسجد ده في غضون شهر او شهرين على اقصى تقدير هيكون انتهى. اللهم تقبل منا ومنك. يعني لو تأملنا أعزائي المشاهدين، الشيخ أحمد صبري بيقول لك إيه؟ اللي ملحقش الأساس يلحق الأعمدة، اللي ملحقش الأعمدة يلحق السقف. وده يعني دعوة للتنافس، مسابقة. نعم. يعني خلاص، طب فاتني الجزء ده، لا ده في جزء تاني باقي، ده لا ده في أجزاء كتير، مين اللي يلحق ويشارك في المتبقي عشان البناء يتم؟ هذه المنافسة، هذه المسابقة، قد إيه مسابقة حلوة، قد إيه منافسة جميلة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فضيلة الشيخ محمد. نعم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ده شيء يجعل كل مسلم لابد وأن يكون له نصيب. يمكن اللي فاتوا الأرضيات يبقى عنده الجدران، اللي فاته الجدران عنده السقف، اللي فاته ده عنده الأرضيات، عنده السباكة، عنده الكهرباء، عنده لأن سبحان الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل التنافس في الخير. عشان كده سيدنا ربنا سبحانه وتعالى حين مدح إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، لكن أما يقول لنا إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، ليه مدح إبداء الصدقة؟ أي إظهار الصدقة، أو إظهار الصدقة. أيوة، ده المعنى إظهار الصدقة، تنافس. أيوة، علشان الواحد اللي أنا بقول لك سرا وعلانية يعني الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله، سورة البقرة. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني إذن هو في أمن وأمان، هو كالشهداء. ولا هم يحزنون، يعني ربنا سبحانه وتعالى ينزع من هذا الشخص الذي ينفق ماله في سبيل الله
في بناء بيوت الله في أن يذكر اسم الله، في أن يقيم المسلم الصلاة، الله سبحانه وتعالى يعطيه عليه أن ينزع منه الهم، أن ينزع منه الحزن، وأن يكون إنسانا سعيدا مطمئنا في حياته، ويجد من الله سبحانه وتعالى كل ما يسر قلبه ويقر عينه ويجعله دائما راضيا مرضيا. علشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ساعة أن أخبرنا بالسبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق بالمساجد. بس أنا عايز أخلي ديت عايز وقت شوية، لكن لسه ناخد لها حلقات تانية. لكن أنا عايز القلب المعلق بالمساجد ده، أنا في موضوع الإنفاق، الرجل الذي ينفق ماله بالليل والنهار، ورجل أنفق بيمينه حتى لا تعلم شماله، وفي رواية أنفق بشماله حتى لا تعلم يمينه. يعني ليه سيلتين زي بتوعي كده أو جابين زي بتوعي، يطلع بيدي ويدي ويطلع بيدي ويدي، لا دي شافت ولا دي شافت، أنا ما نش عارف أنا طلحت 10 ولا 5 ولا 100 ولا 50 ولا 200، أنا ما نش عارف، أنا طلحت كده لله. وعلى هذا القدر يعطي الله سبحانه، يعطي الله سبحانه وتعالى المضاعفة لهذا الإنفاق، ضعف اللي احنا قلناها بقى، احنا قلنا مش في اثنين. من ذا الذي العدد في نفسه، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، هو ربنا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. طب هو ربنا محتاج قرض مننا أبدا؟ ألا، هو ربنا سبحانه وتعالى، ولكن نحن الذين نحتاج إلى أن ندفع. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال الحسنة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. ده القرض بثمانية عشر لمين؟ للي أنا بديله سلف. قال لا، واحد يقول لي طب ليه بثمانتاشر ما بجاش بعشرين؟ ما هي الحسنة بعشرة أمثالها. أقول لك الحسنة بعشرة أمثالها، أما أنا طلعت جنيه وجيت خدت عشرة، أنا طلعت من العشرة دول قد إيه؟ جنيه. يبقى تفضل كام؟ تسعة طبعا. يبقى تسعة وتسعة كام؟ 18. يبقى إذن هو ضعف، ضعف ده الضعف مش المضاعفة، مش المضاعفة بقى. أيوة. الضعف نضرب في اثنين، المضاعفة الرقم، العدد الرقم في نفسه. خلينا نطلع آخر تقرير ونرجع عشان يعني نشوف قد إيه الفرحة على وجوه الناس لحد المرحلة، أو مبسوطين، ومع إن الأمور في بدايتها اتعمل الأساس، اتعملت الأعمدة، محتاجين تاني وتاني، محتاجين التبرع ليكمل بناء هذا المسجد، مسجد الشهداء، اللي هنشوف من خلال التقرير الأخير إيه التفاصيل التانية. بلدة فقيرة، محتاجة للمساعدة، محتاجة لتشييد المسجد، مجاورين لهذا المكان ناس كبار السن، وهذا المكان من الكتلة السكنية المجاورة للمسجد. المسجد دي لو واحد متشاكل مع التاني عيروح يتوضى، عيقابله وهو على الوضوء وهو في داخلة المسجد، عيتقابلوا مرة في الثاني عيتصافحوا. فنرجو من أهل الخير أن يقفوا معنا حتى يكتمل هذا الصرح ونصلي فيه، لأن منذ حوالي 8 سنوات لم نصلي في هذا المسجد. هذه فرصة والله لا تتكرر، المساجد لا تتكرر كل يوم في البناء. احنا هنبني مسجد الشهداء بعد كم سنة، هل ستدرك هذا المسجد مرة أخرى؟ أبدا. يلا ما تأخرش نفسك، ما تحرمش نفسك من الثواب، اتصل شارك، قل لهم تعالوا لي عايزين تتيجي، أهلا وسهلا، شارك في المسجد وكن من عمار بيت الله سبحانه وتعالى. أهلا بحضراتكم مرة تانية، وشفنا التقرير الأخير وفي سياقه برضو نداءات من قلوب أصحاب النجع اللي عايشين فيه، واللي شايفين وجود الجامع والمسجد ملحة قوي قوي قوي، لدرجة أنك لو لاحظت في سياق الكلام حد بيقول ده لما يكون في اتنين متخاصمين بيتقابلوا على الميضة وهم بيتوضوا مع بعض، بيبقى في دافع أنهم يبقوا حبايب. يعني قد إيه فكرة أن وجود تواجد المسجد ده بيعالج أمراض في النفس، أمراض بين الناس، لأن ده بينشئ
مجتمع سليم، مجتمع قوي، مجتمع بيحب بعضه حتى لو في مشاكل. ما المشاكل موجودة في الدنيا دي كلها، المشاكل موجودة مع حياتنا، بس الجامع والتردد على الجامع والتعليم والتربية في الجامع بتخلينا أكثر هدوءا وطمأنينة وأكثر طولة بال وصبر. ورجل قلبه معلق بالمساجد. أيوة رجعنا لها. أيوة سبعة يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله. هيكون أنا عايز بس أشير لشيء، إن ربنا سبحانه وتعالى جعل الإنفاق في سبيل الله باب من أبواب الجنة. يعني أنت يلي بتتبرع في هذا المسجد أنت بتفتح باب إلى الفردوس الأعلى، باب إلى الجنة، تفتح لنفسك باب. يعني خلاص أنت بتدي لنفسك صك عشان تفتح لنفسك باب من أبواب الجنة. طب إذا كان الرجل الذي قلبه معلق بالمساجد وعايز يصلي كل فرض في المسجد، سيدنا النبي عبر عنه بإيه؟ كلمة إيه؟ رجل. ولما ذكر في القرآن وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، يعني كان رجل بيدعو إلى الله. يبقى الرجل الذي قلبه معلق بالمساجد سيدنا النبي بيعبر عنه بأن رجل. أيوة من المؤمنين رجال. ده كلمة رجل دي لا تأتي إلا إذا كان الإنسان قد اكتمل لكل المقومات حتى يكون رجلا. أيوة يعني عشان أكون رجل لازم أبقى ما عنديش أي خلل ولا أي نقص في أي اتجاه من الاتجاهات، يبقى عندي رجولة. عندي رجولة. طب سمى الإنسان لا يقدح في رجولتك أحد. ده أنا عايز بس في حتة، ده إذا كان المعلق قلبه بالمسجد سماه النبي رجل، أمال اللي أقام المسجد للمعلق قلبه بالمسجد هيبقى إيه؟ أنت متخيل حضرتك المعنى بيوسع. أنا عايز عايز في دلالات كتيرة يعرف منزلته عند ربنا إيه. أنت متبرع منزلتك عند ربنا شكلها إيه؟ إذا كان الرجل الذي يتعلق قلبه بالمساجد سماه النبي رجل، ولا تقال كلمة رجل إلا لمن يكتمل جميع المقومات. أيوة أمال أنت اللي أقمت له المسجد هتكون إيه؟ شوف المكانة بقى شكلها إيه؟ يبقى إذن لابد أن يعلم الإنسان أن إنفاقه في سبيل الله يكون المقابل له ما فوق الرجولة، يعطيه الله سبحانه وتعالى عطاء غير منقوص. يعني ربنا سبحانه وتعالى يعطيه عطاء الرجل الذي يعني سبحان الله، يعني أنا ليه ده كله، أنا ليه ده وعطية الله يعني وبعدين عطاء. هو وعده بإيه؟ بقصر في الجنة. أكن كل ما تبرع في مسجد حيكون ليه قصر في الجنة. يبقى ليه قصور. ليه قصور. هو ربنا سبحانه وتعالى فضله كثير والله. شوف حضرتك أما ربنا سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جناته فردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يا سلام. يعني ربنا سبحانه وتعالى هل ينفد ما عند الله؟ أبدا. طب ربنا سبحانه وتعالى حين يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله إيه؟ يضاعف لمن يشاء والله واسع. ما هو فيه واحد من علماء الرياضيات اللي هم بتوع زمان أما نزلت الآية بيقول ده المضاعفة كبيرة يضاعف أو لما قرأ الآية يعني. يقوم ربنا يختم الآية بإيه؟ والله واسع عليم. واسع يعني خزائنه ملأة لا تنفد. عطاؤه لا ينفد. يعني لو الإنسان جاء بحار مداد، المداد ده الحبر اللي يكتب به مش هينفد، مش هتنفد كلمات الله. عطاء الله كذلك، عطاء الله والله واسع، واسع في عطائه، عليم لمن يعطي ويضاعف هذا العطاء. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. يعني في هذه المعاني وفي هذه وفي هذا التحليق في هذه الفضاءات التي نريد أن نكون فيها سويا، نحلق في فضاءات الرحمة، نتراحم معا، نسير في هذا الطريق، في هذا الطريق الذي نزداد به أو بأفعال الخير فيه قرب إلى الله سبحانه وتعالى. بنؤكد دائما على هذه الأرقام اللي قدام حضراتكم على الشاشة للتبرع لمؤسسة نبض الحياة. دائما
الحملات كتيرة، بس هنتكلم النهاردة تحديدا عن حملة بناء المساجد اللي لن تتوقف ودائما موجودة معانا. واسمحوا لي بشكر فضيلة الشيخ محمد رضا في نهاية هذه الحلقة من علماء الأزهر والأوقاف، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا أستاذ حسن، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. دمتم في رعاية الله وأمنه، إلى اللقاء.